الحقيقة هو إنه رئيس التيار الوطني الحر أكثر شيء ركز عليه بالمؤتمر الصحفي هي حق تسمية الوزراء المسيحيين. المشكلة الكبيرة اللي عم بيواجهها لبنان هلأ هي إنه في فريق رئيس الحكومة عم بيجرب يخلق عرف جديد ويخلق تفسير جديد للدستور بيقول فيه هيدا التفسير إنه هو بيسمي كل الوزراء تبع الحكومة اللبنانية ما في صلة بين ثورة 1918 وحقوق المسيحيين. نحن لبنان بلد فيدرالية الطوائف، ثورة 1917 عندها حقوق، بس ثورة 1917 ما انتجت فئة سياسية ولا جمهور سياسي جامع للبنانيين ككل. إذا هي بتقول لا طائفية وهي بعيدة عن الطوائف وهي بدها لبنان كله محب لبعضه ويخرج من عباءة الخارج ويخرج من عباءة الطوائف، تتفضل بالانتخابات النيابية تقدر تربح بالمناطق التابعة لتركيا ولا للسعودية ولا لإيران. نحن ما منقدر أبدا أبدا نأمن لهالفرقاء إنه هن ما عم يسطوا حقوق المسيحيين. وسبب بعرقلة الحكومة هو إنه ما بدهم رئيس الجمهورية يختار وزراء مسيحيين. الرئيس بشار الأسد، نحن وسوريا كان في حالة عداء مستشري، في حالة حرب، ونحن بالتيار الوطني الحر من أكثر الأشخاص المعادين لسوريا. نحن عندنا خوف مثل ما كتار عندنا خوف، عندهم خوف مثل ما دول العالم عندها خوف، إنه بحال سقط النظام السوري الذي يرأسه الرئيس بشار الأسد يجي محله نظام مش على الطراز السويسري، يجي محله نظام شمولي. اللي عم بيصير بسوريا هو إجرام كتير كبير وهو شيء منه واضح، وهن إذا كان هالقد منهم طايقينه يغيروا ديمقراطية. بينما اللي عم نشوفه هو إنه تركيا بتفوت تاخد شقفة من سوريا وبتدعم داعش، وهيدا شيء نحنا بنقزنا وما فينا إنه إلا إنه ننقز منه. ولكن في حقيقة راسخة إنه البديل عن نظام رئيس بشار الأسد منه نظام ديمقراطي أبداً، هو داعش. لأني أنا مساقبة إنه بعرف على المزبوط على المزبوط شو عم يعمل سعد الحريري وبيحبه للصلبطة وبيحبه للأزية 100%، بده يسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية. وأنا برأيي حزب الله داعمه بهالصلبطة. هلا في مشكلة أكيد نحن وحزب الله، بحال صار في فراق نحن وحزب الله، الرئيس الحريري جاهز مشان يتلقفهم فيعمل اتفاق رباعي هو وياهم مشان يعملوا متالتة ومشان يرجعوا يسرقوا حقوق المسيحيين. سعد الحريري متهم من قبل التيار الوطني الحر بده ياخد وزارة الداخلية وبده ياخد وزارة العدلية وبده يعطي للثنائي وزارة المالية، فإذا صار في فراغ رئاسي يضل هو مسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية. ونحن نتهم سعد الحريري انه هو ما بده تدقيق جنائي وما بده كابيتال كنترول وما بده يعمل شيء منشان ينهاض لبنان، هيك عمل بيو وهو لما بيقول على خطى الوالد بده يعمل هيك، بس كلام هيك بالهواء انه اعطوني وانا بكره بتشوفه، نحن ما بنصدقه وما عندنا ثقه فيه. مزبوط الناس عم بتموت ومزبوط الناس عم تنهار، وسبب هالانهيار هو هالثلاثين سنه سرقه، وسبب هالانهيار انه في اشخاص بعدهم مكفيين بالسرقه. اكيد نحن مع حياد لبنان، ونحن ابلغنا السيد البطريرك انه نحن مع مع مؤتمر دولي لحل الأزمة اللبنانية، بس عندنا تخوف من انفلات الضوابط. ندفعوا المسيحيين من ثمن المتالتة وبيحطوا سلاحهم تحت سلطة الدولة اللبنانية على الورق، وفعليا بيضلوا هن مسيطرين عليها، بيكونوا أخذوا المتالتة وبقي سلاحهم معهم. هلأ سلاح حزب الله أكيد بيحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وبيحمي من داعش، بس ولكن لازم قولنة هيدي. ومنشان هيك نحن عندنا مع حزب الله هلأ لجنة مشتركة لبحث موضوع استراتيجية دفاعية يلي بدها تحمي لبنان، يلي نحن هلأ عم نعمله. بيجوا ببيت الحريري وبيعملوا اتفاقية معهم وبيعطون بدهم يلي حزب الله. هيدي مشكلة، هي سباق على كرسي رئاسة الجمهورية يلي خلى كتير من القادة الموارنة يضحوا بإشياء كتيرة ويضحوا بكرامتهم. موقع رئاسة الجمهورية هو وسيلة مش هدف. وقت اللي بتصير موقع رئاسة الجمهورية هو هدف، ساعتها بيصير الإنسان بيقدر يبيع يتاجر بالكرامته. إنه يلي عم بيقاتل من شان حقوق المسيحيين هيدا أكيد
مش هو يلي عم يسعى لكرسي الرئاسة، لأنه هيدي الطريق ما بتوصل. بس صار في لغط بالجمهور العوني أقل من التيار الوطني الحر اللي كان مؤيد لطروحات الرئيس عون، بسبب الانهيار الاقتصادي، بسبب الهجمة الإعلامية الكبيرة، وبسبب أكيد أخطاء نحن كمان ارتكبناها بالشعبية بالشارع المسيحي. آخر إحصائيات بيّنت أنه بعد التيار الوطني الحر أقوى من غير فرقاء. في أخطاء ما قدرنا نتخطاها، يعني وقت اللي أنت بتتحالف مع سعد الحريري بيقلك أنت تحالفت مع شخص فاسد، كنت تتهمه بالفساد ولا تحالفت معه. نحن بهمنا حقوق المسيحيين والمناصر، ما بقى حدا يربحنا جميلة انه وقفنا العد، لانه الشبيبة بيعدوا بس بالارجل. المرجلي مش بس قديه فيك تخلف، المرجلي قديه كنت فيك تساهم بانماء لبنان وبازدهار لبنان وتحط من نفسك ومن ضرائب لبنان. اذا ما عملنا فيدرالية ذاهب الى الزوال وفلوا المسيحيين منه ما بقى موجود. بس انا بلفت النظر انه في فريق سياسي وقيادات سياسية عم تعتدي على حقوقي. انا ما بقبل انه رئيس الجمهورية يعتدي على حقوق للسنة ولا الشيعة ولا الدروز. ما بيقدر رئيس الحكومة المكلف يقول انه هو بده ينقي كل الوزراء، ما بيقدر. ودور رئيس الجمهورية منه استشاري، رئيس الجمهورية مش مستشار عنده. انت مع مين عملت الاستشارات؟ يعني مع نفسك يكون عندكم ثقة انه الهدف منه عدم انزلاق لبنان لتوجه تأحيدي ولا صلبطة. اذا سعد الحريري ما فهم انه نحن النص، يعني نحن بنختار النص مش النص وهو بيختار نص النص، هيك مش هتمشي.